هذا البرنامج يقدم لكم من طرف MDGS. السلام عليكم. الرياضة اللي غادي نهضروا عليها اليوم ما نكذبش عليكم، ما عمرني لعبتها وكنت كنتفرج فيها غير في التلفازة. اليوم غادي نهضروا على سولونغور او القفز الطولي. واجدين؟ يلا معايا. القفز الطولي او لو سون اون لونغور من الرياضات الاولمبيه الكبيره، ولكن ما معروفاش بزاف في المغرب. سي بن الشيخ مدرب وطني خدع على عاتقه مهمه التنقيب على ابطال الغد في هذه الرياضه، وهو اللي غيدربني اليوم. السلام عليكم سي هشام. مرحبا بك سي الشيخ، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ مرحبا بك. الله يبارك. دونك جيت اليوم باش نكتشف معك الرياضه ديال القفز الطولي، الرياضه اللي تنشوفوها في التظاهرات العالميه بزاف، ولكن في المغرب ما تنهضروش عليها بزاف. اي رياضه كتمارس في المغرب غير ما كتمارسش بالصفه اللي هي معهوده بالنسبه للمغاربه في العاب القوى، مقارنه مع المسافات النصف الطويله والطويله. نعم. فكنظن بانه القفز الطولي من 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 التخصصات ديال العاب القوى اللي هي عالميا يعني عندها واحد القيمه كبيره، لانه كتطلب مؤهلات كثار باش يمكن الانسان يوصل بها للمستوى العالي. شنو هما الحوايج اللي كيستافد منهم الممارس ديال هذه الرياضه هذه؟ من التخصصات اللي كيبغيوها الشباب وكيبغوها البنات، كيبغوها لي جون كاملين يعني، وكي كي كيجيو كي كتعجبهم لانه سي سبيكتاكولير يعني، فيها الفرجه. فيها الفرجه. نبداو بليشوفمون التحميه ياك مع السي حمزه، ومن بعد غندوزو لتمارين سبيسيفيك خاصه بالقفز الطولي. اوكي. التدريب ديال القفز الطولي كيشبه لتمارين سباقات المسافات القصيره بحال 100 متر و 400 متر. التمارين الاولى كيتمارسوا هنا في حلبات السباق. دابا تو كور فيتاس فيت سير 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 سير. الممارس كيتعلم يوسع الخطوات ديالو ويقفز على بعض الحواجز القصيره والمتوسطه. اوكي سي هشام، دابا شفتي درنا التحميه، درنا بعض التمارين ديال التنسيق لا كورديناسيون ديال لي زامبولسيون. من بعد دابا غندوزو للسطوار وغنديرو عاوتاني بعض التمارين باش ندوزو لو سو كومبلي، فهمتي، ديال لو فري سون لونغور. سون لونغور كامل. اوكي دابا غندوزو للحلبه الخاصه بسون لونغور. المدرب كيطلب مني اني نقسم القفز ديالي لثلاث اجزاء اساسيه: جري، ليكستونسيون، والسقوط على الرمله او لا ريسيبسيون. فيت. وباش نقز مزيان المدرب جاب لي ترامبولين باش يعاونني. القفز الطولي رياضه ممتعه كتجمع بين السرعه، القوه البدنيه والتقنيه. كل قفزه هي تحدي شخصي، كنعطي كل ما عندي وكنحاول نتحسن من بعد كل محاوله. لو سون لونغور كيتمارس في بعض الاعداديات والثانويات. العديد من أندية ألعاب القوى كيقترحوا كذلك حصص في هذه الرياضة بأثمنة مناسبة. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا ديال اليوم، درنا القفز الطولي. نتمنى نكونوا قربنا لكم من هذه الرياضة اللي فيها بزاف ديال الحوايج زوينين. نتلاقاو في حلقة واحدة أخرى ورياضة واحدة أخرى، وما تنساوش نتحركوا. MDGS معا بروح رياضية.